بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد العزيز محمد، المدير التنفيذي لنادي متحد الإعاقة بالمنيا. رئيس النادي الدكتور زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ. والنادي دوا خاص بممارسة رياضة المعاقين على مستوى محافظة المنيا. عندي لعيبة حاليا موجودين في منتخب مصر كرة السلة الكراسي المتحركة، زي مثلا محمد أنور أحمد، أشرف أبو زيد، محمد مصطفى حسين، لاعب توبه، لاعب احمد صلاح، لاعب وليد، ومدرب الفريق الكابتن سعيد بدر محمد، مرشح انه يكون مدرب منتخب مصر كره السله. في عندي لعبه العاب القوى فيها برضه لاعب دولي اسمه اللاعب احمد علي محمد. اللاعب ده لعب بطوله عالم في سويسرا وحقق مركز ثالث وهو عنده 14 سنه. عندي برضه فرقه تنس الطاوله فيها برضو لعيبه لعبوا بطولات افريقيه وبطولات عربيه، مثلا اللاعبه خيريه عبد المجيد امين، واللاعبه سحر شحاته موسى، واللاعبه شيرين مصطفى عبد الرحيم. عندي برضو فريق رفع الاثقال فيه لعيبه برضو دوليين زي اللاعب مندي احمد عبد العظيم، واللاعب محمد سعد، محمد ربيع سعد، دول برضو لعبوا بطولات افريقيه وكانوا منضمين للمنتخب. كان في فرقه خمسه اللي كانت كرة الطائرة جلوس، وكان في برضه فريق سباحة، بس قلة الإمكانيات اللي هي خلت الناس دي ما تكملش، ومش النادي نفسه مش قادر يصرف عليها. طبعا انتوا شايفين النادي عبارة عن أوضة داخل نادي السكة الحديد، ده المقر بتاع النادي اللي بتتم الإنجازات دي من خلاله. واللعيبة دي اتكرمت كان من سيادة المحافظ بوجود الكابتن أحمد حسن والأستاذ مندي يوم 1/1/2023. تم تكريم الأبطال عالميا وأفريقيا وعربيا ومحليا. ورغم الإمكانيات الصعبة اللي موجودة، طبعا المكان ده الأوضة دي عمر ما هيبقى فيها استثمار في مكان مترين في مترين ما ينفعش. أنا النادي ده بيصرف حوالي من 200 ألف فيما فوق، والدخل اللي بيدخل للنادي بيكون من 60 ل 100 ألف. طيب انا عايز اعوض الفارق ما بين الايرادات والمصروفات عشان اقدر اصرف على اللعيبه. انا بصرف في الشهر حوالي 12 13 14 الف جنيه بدلات انتقال، وبنصرف في كل بطوله حوالي 16 18 الف جنيه. لو حسبناها عدد البطولات اللي بتسافر وعدد الشهور اللي بيتمرنوا فيها اللعيبه واصرفهم بدلات انتقال وكفاءات وبدلات تغذيه ومبيت ومصروفات للمدربين والاداريين، المصروفات حوالي 220 الف. طب ازاي انا اعوض ال 220,000 ويكون اللي داخل؟ لو حسبناها عدد البطولات اللي بتسافر وعدد الشهور اللي بيتمرنوا فيها اللعيبه واصرفهم بدلات انتقال وكفاءات وبدلات تغذيه ومبيت ومصروفات للمدربين والاداريين، المصروفات حوالي 220,000. طب ازاي انا اعوض ال 220,000 ويكون اللي داخل لي مثلا حوالي 80,000؟ انا بناشد المسؤولين ان هم يحاولوا يوفروا الفرق اللي هو ما بين الايرادات والمصروفات من خلال وزاره الشباب والرياضه، من خلال مديريه الشباب والرياضه، على اساس ان النادي ده هو النادي الممثل الوحيد عن المحافظه، بحيث ان النادي يكمل انجازاته ويكمل بطولاته ويفضل مستمر على هذه المسيره. انا حاليا عندي لعيبه عايزه تلعب وناس تاني عايزه تبدا تنشئ فرقه جديده، يعني ناس بتقول عايزين نعمل فريق سباحه. طبعا الرد انا هعمل فرقه سباحه ازاي وانا مش قادر اصرف على الاربع الفرق الثانيه؟ انا عندي اللعيبه والمدربين والاداريين حاليا بدانا نصرف لهم بدلات انتقال متاخره من سنه. مجلس الاداره صارف من جيبه اللي هو مصروفات من جيبه الخاص لحين ورود اعتمادات ماليه. يعني عندي مدونيه على النادي لمجلس الاداره وعندي مدونيه على النادي للعيبه والمدربين والاداريين. طب انا احل اللغز ده ازاي؟ يا اما مثلا رجل اعمال يرعى النادي بحيث ان هو يبقى هو المسؤول عن النادي، هو اللي شايف النادي، يتبرع مثلا للنادي، يعني كابتن احمد حسن تبرع مثلا ب 50,000 جنيه. ال 50,000 جنيه دي سدد جزء، يعني مثلا اللعيبه ممكن يطلع لها شهرين، ممكن طلعنا منها مثلا بطوله العاب القوه اللي لسه هتطلع يوم 27. فانا بتمنى ان النادي المسؤولين ينظروا له نظره ان ده نادي بطولات مش نادي ممارسه، احنا نادي بيحقق بطولات. في فرق ما بين النادي الممارسه اللي هو المهم ان انا العب الرياضه وخلاص، انما انا نادي بلعب رياضه لتحقيق البطوله، انا نادي بنافس بيجيب مركز اول على مستوى الجمهوريه،
ويوم ما انا يبقى مستواي ضعيف بجيب مركز تاني. الكوس اللي موجوده دي بطولات الدوري وبطولات الكاس للفرق الجماعيه، اما طبعا الفرق الفرديه زي العاب القوه ورفع الصوت وتنس الطاوله دول بيحصلوا على ميداليات وعلى شهادات. فاتمنى ان اكون كده اتكلمت ولو نبذه بسيطه عن النادي، واتمنى من المسؤولين ان هم طبعا المقر اللي هو العشر فدادين اللي هو في المينا الجديده يعني يكون الانتهاء منه في اقرب وقت، لان هو ده اللي من خلاله فيما بعد هيتم الاستثمار في النادي. هو ده اللي من خلاله انا مش هاجر ملاعب، مش هاجر صالات، انا عشان امارس الرياضه بضطر ان انا اجر صاله، اجر الملعب. فلما يبقى عندنا الصالات وعندي الملاعب انا كده مش هدفع فلوس ايجار، بل بالعكس انا هنظم بطولات وهيدخل لنا كمان فلوس للنادي. Thank you.